كاين، ولكن دابا انت ما كتعترفش بانني انا كنقول ايرون مان يموت. سان ايرون اندرياس مان از نوت يموت، ادير. ايرون مان راه روبو منتظر الصعب. واش انت دابا واش دزتي بهذه الكلمه؟ ايرون مان راه روبو، انت قلتي ايرون مان يموت، كيفاش هادشي غيموت هو غير روبو؟ خليك تقول كوره ديال البلاستيك غتموت، راه ما راه انت هي غير كوره ديال البلاستيك. واش فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ ولكن صاحبي راه الشخصية ديالو باري ماتت انا ما صاحبي. جيتش علي ندوي مع الكذابه، حيت واخا تشربوا سيروم لا فيريتي ما غاديش يقر، حيت هو ما عارفش اش يقول، ما عارفش يقر، فهمتي؟ اش غيقر لك بعوتاني غيقول هذا الشيء اللي كيقول، حيت هو هذا الشيء عنده بصح منتظر. اسمعني، ايرون مان غير واحد المسلسل كان، ماشي انسان. لو بغيتي تعطيه مثال اعطيه بانسان بصح راه غيموت، اما ايرون مان راه غير روبو ما غيموتش. هذه فكره فايك، ما غتدخلش الجينيس وما غتدخل. كيفاش غتجي غدوي لي على ولكن انا راه دخلت كتاب جينيس بانني قلت ايرون مان يموت والشخصيه ماتت في 2019. كتاب جينيس بي ولا اه؟ باقي بلون وار في اه اه بيت ندخل كتاب الالوان جينيس ديال الوسخ المغربي. اما كتاب جينيس وياه احنا ما وصلناش الالوان، شكون نقول لك اخويا ممتاز؟ ما وصلناش انا لا الالوان اعرف لك الناس، شوف لا اعرف لك الناس ديال كازا بهذه الكلمه. واش تشوف كود كازا؟ لا لا انا ولد ثقيف بن صالح جذورا، ولكن الان انت توجد كازا. جذورا. شي لا تعرفوا لك ولاد الحي محمدي اللي كيجمعوا وحده سينما السعاده، لا تعرفوا لك بهذه الكلمه. هذوك كانت واعرين في الخيبه واعرين في النويطات، حيت كاين الناس دابا كيحلوا لايفات هنا بالليل، كيوقفوا في كازا حاليا. سير غتلقى واحده مولد الدريعه في حي محمدي كيبداو يقولوا فاش قال ديك النويطه، كيقول اه سمعتي فاش قال لي داك هذيك، كيبقاو يهضروا غير عليه. واحد راه كان مسافر كيجي 4 ايام كيدوي لي مع لايف ديال 4 ايام، كيعاودوا يبداو جايبين هضره. الا مشيتي تما وتعرفوا لك بهذه النويطه، عرفني انا راه ماشي جاي وانا تحزن. وانا مسؤولية في كتاب جينيز اصاحبي، كتاب جينيز حطات ايرون مان يموت تماك ما واش انت جيتي سمعتيهاش مع الموجه؟ جيتي مع الموجه اللي فيها سينا وفيها ابي دار وفيها مول الكاسكيطه وفيها فلوجه. هذيك الموجة الموجه راه كلها الاولى مشات في مياه كي الساط، وجات عندنا دابا فيها شي ضرابي. هذيك الموجه راه كلها كانت تقلب بالباطو، حيت ما موجه ما والو، ما كانش شي واحد اللي غينقذهم. شكون نقذ من الاولي؟ راه انا، راه انا اللي غادي سايق السفينه دابا ديال هذول اللي دايرين البوت في هذا العام هذا والعام اللي فات. باقي مسيطر والله ما نكذب. توش ما كتعرفش بيا انا تعرف بكون انت كنتي من 32 منتخب اللي مشارك في كاس العالم، انا رديته. ودابا شكون اللي حاط لي كواسون ديال مستر جوليا وقال لهم قرا وزيد قرا فاك الكوسالة دابا مستر جوليا كسب بالالمانيه، قرا وزيد قرا فاك غيسب مستر جوليا راه كان جا فيق الكوسالة، قال لهم نوضوا تقراوا، عطاهم امثله باش نوضوا فيقوا موتيفاسيون. انت جيتي عيرتي الكوسالة، عاود لي تنوضوا عيرتيهم، هذه حتى هي فايقه الصاع. ولكن بلاتي انا ملي قلت فاك الكوسالة يعني هادوك اللي ما موتيفيهم كيقراوش واش الماتش انت معير؟ انت باغي تموتيفي بمعيره؟ انت اللي قول لي نوض سير انا معاك، فهمتي؟ ماشي انت تسب فيه، راه تحقق دوسا. وعلاش اخويا ملي كنا حنايا كنجيبو ربعه في تربيه اسلاميه كيشدنا استاذ ديال الاجتماعيات كيدير لنا فراغ، اساتذه ديال علاش المغرب، اخويا اساتذه ديال المغرب ديال التربيه علاش كانوا الاسلاميه كيصرفونا مكبوتين مكبوتين، كيبقاو ما كيتشوفوش. هذوك ملي كيشوفوا القاصرات كيبقى يقول لا زيدي كذا، اجي نعلمك الوضوء. نقول لك انا اللي كاين، وشتهم انا فاش كنت في السابعه، والساد بن التوميه اللي كان ضوبلني في السابعه وقال لي ما دام ما يطلعش هذاك راه شو انا شكون كيدير لي. عمر شي واحد في تاريخ المغرب ما ضوبلاتو ماده التربيه الاسلاميه الا انا، بحال اللي ما عرفت اخويا ولد ابو لهاب ولا ولد ادم الكوتين ولا ما عرفت. هذاك شو انا في بوانتي على امراه منقبه دابا باقا كدور حتى الفران، كان داير فيها شي بلانات شوي اللي كان ود، كان ود قاسمي بوه كان عطار، سخروا الاستاذ يجيب المسمن ما بقاش رجع حتى واحد ما دوى على الشوي، كان طويل ما بقاش ما عرفش يمشى. في حاجه مزيانه جات لي افكار الصراحه. ولكن بلاتي بلاتي انا بغيت نعرف غير هادوك اللي كيقولوا لك استنجا، واش دابا الاستنجاء واش هو المضمضه؟ بغيت نعرف انا الفرق ما بين استنجا استنجا الاستنجاء شنو استنجا؟ والمضمضه. ما كاينش استنجا صاحبي اللي يديكم فيهم واحد الخرق. وترى كاين بابي كادو صاحبي، بابي كادو كتشري من المرجين
الكور 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 باش نهضت الكورونا اول حاجه مشاو كيقلبوا على السوبر مارشيت هي كنينيت باغي نمسحوا زكاكم من قال غير باغي كيقلبوا على البوطات واحد جيب جوج كاميوات ديال البوطات جيبي الدقب جيبي الدره زين زين الله يلعنك زين ما كاينش دير ماسك وتخرج ما كاينش واحد داير تقاشر واحد وحده ديال السوتيميت تاعش دينا هاد النويطره فاش كنت غابر في الكونفينمون كانت عندي وما لقيتش لما نقولو لقيت خازنه فهمتي انا دابا جميع فيهم عطيتهم فهمتي البلان انت هكذا كنمشي انا هادشي علاش ما كنديموضاش واحد السيد واحد السيد اقسم بالله العلي العظيم كنت معروض لواحد الكنازه كانت سميتها واحد السيده وعرضوا عليا نتعشى مع شي دراري ودابا ملي حطوا اللحم والدجاج وضربنا المهم قصينا مزيان دابا بلاص ما يجيبوا لينا الماء وما يجيبوا لنا واحد بابي جينيك فيه الماء باش نمسحوا ايدينا انا بغيت نعرف اقسم بالله العلي العظيم بغيت نعرف هذيك البابي جينيك اللي مسحوا به ايدينا شنو هو المكونات ديالو شنو باش مصنوع تما سولتيش على الماكله اللي جابوا لك ما عرفتيهاش وسولتي على داك سول على كرش كتخشيتي له مثلا عرفتي الكلاصات هاد الكنازه واش الناس لاباس عليهم المهم فيها متوسطين الناس سول على داك اللحم اللي هبط لك ديال هولندا وداك القرقاع حر سول هذيك الدكه سول عليها كرش كره ما عرفتش اش داك سول غادي كتسول على بابي كادو العقليه الدراري ديال الطوبيس صاحبي العقليه ديال الطوبيس بنادم الطوبيس ديال السته باش خايب الطوبيس ديال السته في كازا باش خايب شوف شوف دير عقلك هاهو منظر اصاحبي والحانوت والحانوت كتعرف شنو هو الحانوت دير عقلك اصاحبي بعدا تحياتي الدراري الدراري ديال سيدي مومن جداتي مسكينه راه جات عندنا دابا والله الا سلمت عليها قالت لي الناس تما بحال مثلا الام ديال شي واحد صعيدي كيبيع الحشيش قالت لي كلشي كيشوفني كذا الحاجه البرد اخويا متمثل شي فيلم على بوتين كان غندير غندير بورتري على بوتين وغنلوحو في يوتيوب بوتين يزرع الفكره وسط الشعب اللبناني بوتين 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 مشكله كامله وتطرح في قصه حياه بوتين وغندير بورتري على بوتين انا زعما لابس وكيفاش كنعيش وعلى ايدي طاح ليا واعر كنت شي واحد عادي طبر هذيك الطاقيه هذيك الطاقيه الكبيره ديرها فوق راسك ديال ديال الدب الدب الباندا ديرها بحال هذيك الطاقيه القهويين شوفو كيفاش كتكون جديده انت انت بالضبط جي دابا جي دابا عندي كاين البقرير كاين مسمن ندوي مع الباروش ادم نعطيك 5 درهم تهبط لي ميده حدا البحر تحط لي داكشي ماشي ما داكشي ديال كوبنهاغن ما نبيع ما نشري فيك انا اجيك ولا عرقه انت تاع عشيري عرقه مزيان ونضحكوا شويه وتمشي الحالات اقسم بها انت انا كنشوف حتى واحد الانسان اللي خاصهم يكبروا بك في كازا للاسف اخويا ما مكبرينش فيك عمر شي رابطور عاير لك دخلتي في الاستوديو تولي مرك لي على شي بوطه ولا تما في الاستوديو ما عمر شي واحد ما انا جيت من مدينه جديده جيت بحصان اكوا سنه سمعت 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 س